السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا، أرجو الاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. بالنسبة للملخص اللي معانا، هو ملخص مؤتمر اليوم بالنسبة لوزير التربية والتعليم وقرارات امتحان الصف الدراسي الأول، وبالنسبة لشأن الدراسة في العام الدراسي التاني. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد أبحاث لتقييم الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، ولكن يتم تقييم الطلاب من خلال امتحان مجمع واحد لكل صف دراسي بداية من 27 فبراير الجاري، إلى أن يتم عقد امتحان أيضا كل شهر بواقع 3 أشهر، وهذا الامتحان بديل لامتحان نهاية العام الدراسي الثاني. كما أكد، سيؤدي الطالب 4 امتحانات، أولها في شهر فبراير ثم مارس ثم إبريل ثم مايو، تعقد بواقع امتحان واحد مجمع لكل الشهور، ودي طبعا هتكون نتيجة العام الدراسي الثاني أو امتحان العام الدراسي الثاني، هيكون ده ملخص ال4 شهور دول، ودي هتكون نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني. وبالنسبة للفصل الدراسي الأول، زي ما احنا ما قلنا، هيكون امتحان واحد لكل صف دراسي في يوم واحد، هيكون امتحان مجمع لجميع الأسئلة في الفصل الدراسي الأول، هيكون في امتحان في يوم واحد بس. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.